قوي قوي على الجراديويشن. اي حاجه. بصوا يا جماعه احنا النهارده زارتنا عائله حورات بجد من اكتر العائلات المحترمه على اليوتيوب اللي احنا بجد بنحبهم ونعرفهم جدا بجد والله. انتوا مش متخيل احنا فرحين اصلا بيهم قد ايه ومبسوطين جدا جدا بيهم. والنهارده هم منورونا وشرفونا وبشرفونا بجد والله. احنا مبسوطين جدا عمالين نعمل تحديات ونهزر احنا جنن العفو. انا عايزه اقول لكم ان علم الجمل من اكتر الناس اللي احنا بنحبها جدا وبنتعامل معاها وبنثق فيهم ان احنا نروح عندهم وييجوا عندنا. الناس محترمه بجد وجميله جدا جدا جدا. ربنا يخليكي والله. احنا بنحبكم جدا والله وبنتفرج عليكم طول اليوم برده. اه والله حقيقه والله شرفتونا ونورتونا والله بجد. والنهارده اصلا اليوم انا بقى هنعمل فلوج جامد. احنا مبسوطين اصلا ان احنا عندكم والله العظيم. بنبقى فرحانين جدا واحنا جايين عندكم. والله لما بنعرف انتوا جايين فرحانين جدا. واصلا اصلا اول اولاد ما بيعرفوا ان انتوا جايين بيتنططوا. احنا هنلبس امتى ويوم امتى؟ بنفضل مستنيين اول واحد. اه والله انا عايز اقول لك انا بحبك قوي انت كده بس. فيلا بعدين كده شوفوا احنا هنشوفوا كل حاجه في اليوم بتاعنا. اه يلا بينا النهارده هنوريكم يوم جامد جدا جدا وهنلعب بقى وهننبسط وهنشارككم معانا كل حاجه عشان تعملوا زينا بقى وتتفسحوا بقى زينا. ايوه شوفوا بقى الريت للاخر وعملوا لنا لايكات كتير وشير في القناه وانزل اشترك في القناه. وعايزين تسجيل لايكات كلهم يبقوا في العيد. احلى مع مين؟ مع عينك حمرات. بصوا بقى يا جماعه انا عايز اعرف بقى اللي في الكومنتات مين اكتر بيحبنا؟ عيلة حوارات اكتر في الجمهور يعني اللي بيحبونا ولا عيلة الجمل؟ بتحبوا اكتر عيلتنا ولا عيلتهم؟ هنشوف بقى هنشوف. ماشي هما اكيد بيحبوا الاثنين صح؟ ايوه بالظبط. مش عايزين نزعل حد. مستر احمد بيوزع هدايا هدايا العيد. مستر ايه ده؟ انا عايز اعرف بيوزع ايه بس عشان ابقى عارفه. وريني يا نهال. يا نهال بيوزع ايه؟ كاندي كاندي مارشميلو يا مستر. اوه كيت كات. واو ايه ده ايه ده ايه ده؟ روح قولي للمستر. صالح يا احمد صالح وراك يا مستر احمد بيوزع حلويات العيد. بص بتخلي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني يا نهال. لا 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 ده انت حوشتي النهارده. انت حوشتي يا نهال النهارده. انت حوشت يا نهال. ايه ده انت خدتي ايه؟ نيره اداني ده بس ونيره. بص بقى دي احلى حاجه. طب ايه ده طب وانا 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 ايه ده مستر؟ ده كده انت خمامه. اقسم بالله اقسم بالله لا اقسم بالله ما حصل. لا يا نهال لا. ايه ده؟ تعالى يا لازم. ايه ده 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 ولا يا عادل خالد انت اخدتي التحويشه كلها. ماشي شوت قدام الناس. لما بطلب منك حاجه بصي بيعمل لي ايده كده وبوزي صبع سودا. طب خدي دي وهاتي مارشميلو. طب هاتي مارشميلو ما تعجليش. مش عايز حاجه. انا رايح اشرب. انا هاكل معي. لا ضحيت يا نهال؟ ضحيت معلش. ان ده انت كمان اخدتي ولا ده بتاعكم؟ انت تعبي شقيتي ما خدتش حاجه. معلش يا ندى معلش. ايه نيره ايه؟ انا بصيت. طب تمام يا ريماس. طيب مبسوطه؟ ماشي اطلعي جيبي من فوق. لا اطلعي جيبي من فوق.
احنا عندنا فوق. لا يلا افتح كلي بقى واحده خالص تكسفهاش عيب. خدتي دي ودي وريني ايه دول كده. تعالي تعالي اقول لك ايه دول. ده ماما عايزه تاخد منها الحاجه. عارفه مش عايزه اخدها. شوف احوشهم لك. ما بحبش الحاجات دي. حوار الاسطوره. انا هي الشوكولاته والبامبولي. ماما بديكي مع غزه. غزه ادي الاسطوره حالا. بديله معاكي يا اولاد. دفاعك ايه؟ شوفي هي غزل عايزه ايه. طب اديها واحده من عند ندى. طب ممكن تفتحي تديها منها حبايتين وانت تاخدي الباقي. يعني مثلا اقسميها بالنص بينك وبينها. ماشي يا كوكا؟ هتقسمها بالنص بينك وبينها يا كوكا. هات افتحها لك. زوزة لاف يو. مبسوطة يا كوكا؟ طب ما تزعليش ماشي من اي حاجة. عفوا يا حبيبتي كليهم يلا. حبك يا كوكا. حبك حبك يا بنت. شيرت مين ده؟ تشيرت محمد صلاح؟ انت لسه شفت محمد صلاح؟ ها؟ طب ما تجيبي لي واحد. لا انا ايه يا حبيبتك يا بنت لسه عطشاكي حاجه حلوه. انتوا خمامين. انتوا بتشتغلوا بكله ولا ايه؟ انتوا بتشتغلونا؟ انتوا بتشتغلونا؟ ها؟ دي بتاعت يزن. هنتخانق خناقه كبيره. ايه مكه. تاخدي واحدة؟ تاخدي واحدة يا كوكا؟ ماشي ماشي. لا حاضر حاضر. قولي حاضر قولي حاضر حاضر. طيب خلاص يا بنتي. يلا يا مستر. تحدي يا جماعة. تحدي مين هيكسب في الحروف؟ أسطورة. أسطورة بيوزع علينا بيتزا. أسطورة بيوزع علينا بيتزا يا جماعة. اه لا دي تشيكن. تشيكن؟ اللي مش عاجبه حاجة يقول يبدل. يلا تعالى يا يزن. استنى ثاني. اقعد مكانك. عايز ايه؟ عايز ايه؟ يا جماعه اللي مش عاجبه حاجه يقول. عايزه بسطرمه ايه ولا عايزه ايه؟ لا هاتي الطق. هاتي الطق. ايه دي يا سندر؟ رايح. طب استنى يلا يا جماعه معلش هنختار بس الاطعمه دي. بسطرمه بسطرمه بسطرمه. افتحي يا سندر. افتحي اللي تحت على طول دي. بس سلمى افتحي. سلمى اللي تحت. ادعوا له ادعوا له. يعمل بيت ابوه. يا ادعوا له. يا اسطوره. اخدت دعوات النهارده يا اسطوره. ارد اهو. الحاج جابر. الحاج جابر تحيه خاصه. انت عايزه دي ولا حاجه سوس؟ لا نعم. ثواني يا زوزو. ثواني. مين عايز تاني؟ ثانية. هتقع هتقع هتقع. ده صدق مين ده؟ ده صدق. ما اعرفش. شوف اللي عايز. خدي بسطرمة اهي. بسطرمة دي شكلها كده. بسطرمة اهي. بسطرمة اهي. انا عايزه بسطرمه. دي تشيكن. ماشي. عايزه بسطرمه. بسطرمه معانا سلمى. خدي من سلمى. انا عايزه بسطرمه. بسطرمه فين؟ هي يا زن تاخد ايه؟ تاخد تشيكن؟ كاتشب في الكياس يا جدعان. ما خدش. خدي سلمى. مين عايز دي؟ ثواني شوفي ايه تاني اللي اتبقى. دي بس في بسطرمه يا جماعه. مين عايز؟ بسطرمه. ماما اتفضلي. في هنا يا جماعه. في واحده فراخ كمان. مين يا جماعه؟ مين ما خدش؟ منورين والله يا جماعه بجد والله منورين. شكرا على الواجب الجميل ده. دي اقل حاجه والله. ان شاء الله المره الجايه تجيبوها معاكم باذن الله. ان شاء الله على خير يا رب. سلم انت اكلت ايه؟ فراخ يا مستر. انت اكلت ايه؟ فراخ يا مستر. انت عايز فراخ؟ كاتشب. بيتك كاتشب هنا. خد يا حبيبي. خليك صلحي اقع منك. انا مش عايز اكل. مش هاكل اصلا والله. مش جعان. يزن انت تعالى اهو. عايزين كاتشب. يزن يزن تعالى اهو. يزدونا.
تعالى ايه بتاعتك يا حبيبي اهي اهي الراحه بتاعتك هي ده تعالى لا محدش سمى اراهن بكام ان محدش سمى سميتي كله سمى ماشي يلا اقعد يلا يا زينة كل ليه زعلان ليه ما بتاعتك اهي انتوا اصلا لسه جايب لكم بيتزا بالنهار صح ولا مش صح طب تعالى كل يلا زعلش من ماي بقى غزوله اهم حاجه عندنا ميسي كسبان النهارده غزال اكلتي بتاعتك لا انا عايزه كشري الاول طب هجيب لك لازم اشيل كل حاجه في البيتزا عشان ياكل البيتزا معلش يا منت اخوك الصغنون لازم يتحمل ولا ايه صح ده عشان خاطر فتح لنا تون كل حاجه ايه يا تيتو يا زوزو تعالى عندي جنب تيتو هجيب لك كرسي تعالى هجيب لها كرسي تعملوا ايه نلعبوا ايه نلعب جمدنا بيت سابونا ومشي صح لازم تكسب ها نهال بتشجعي مين نيرة ولا أمنية طبعا نيرة طبعا انا بشجع بلد بحرف الغين غزل غزل بتقول بلد غزل بحرف الغين غزل غينيا ما قلتها الو ايش حاجه غينيا 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 غ غ غ غينيا ديت بلد جوه افريقيا انا مش احنا مالناش دعوه احنا المهم اللي هي منطقه بيتعاش فيها بحرف الغين لا اي حاجه بالغين تبقى غلط ماشي